كده كده عندكم اجنده مكتوب فيها خطط مستقبليه عايزين تحققوها؟ عندنا احلام كبيره. بالمناسبه، هل حصلت في مره من المرات سواء معاك او مع اي حد من الناس اللي في الجروب ان انتوا اثناء يعني اكتشاف الحياه البريه حصلت لقطه كده لقطه بريه ثعلب قطع بالعرض؟ عادي حاجات زي كده عادي جدا عادي جدا. احنا يعني ايه اغرب المواقف اللي اتعرضتوا لها يعني باختصار؟ مفيش غريب، لان احنا جاهزين. يعني هي فكره ان احنا جاهزين، هو ده التدريب بقى. انت لما تكون متدرب كويس، متدرب ناس كويس، ما ينفعش تطلع في اماكن كده، مش مطلع اي حد في اي حته. ما دي نقطه برضو كنت حاسه حضرتك لازم. فيها مين اللي اصلا بينفع يسافر؟ فكره ان احنا نلاقي مثلا تعابين، دي عادي جدا. التعابين عادي جدا، عادي جدا. ودي لان احنا كمان بنتعامل معاها ببرسبكتيف مختلف. بنتعامل معاها بود. لا انت لازم مش معاك يا دكتور تيجو. في الجروب ده لا لا، التعبان ده اكتر كائن بخاف منه في حياتي. احنا بنخاف منه. انت جايب لي اكتر حاجه بقى. ده الاسد ماشي. لا لا، احنا بنخاف منه. احنا بنخاف من التعبين، ما حدش قال ما نخافش منه، بس هي دي منطقتهم واحنا بنتعامل معاهم كده، دي منطقتهم. فطالما احترمته في منطقته هو مش هيعمل لك حاجه. التعالب دي حاجه انا اولادي بيحبوا يتفرجوا عليها، بيحبوا يعني دي حاجه ممتعه للاطفال الصغيره. انت عندك على فكره يعني شريحه كده او قطاع معين من الشعب المصري هتلاقيه بيعمل الحاجات اللي انتوا بتتكلموا عليها دي باي ديفولت لوحدهم. لان طبيعه الحياه اللي هم عايشينها. أيوه. مثلا حياه الصحراء، حياه أيوه. البدو، يعني هتلاقيهم النوع ده من الامور، هتلاقيهم حتى مستغربين من كلامنا اللي احنا بالنسبه لهم ده. لا بس هم عارفين ما هو ده السرفايفل بقى. هي دي فكره سرفايفل، انه معمول للناس اللي منعمه او مرفهه زينا، معاه موبايل، معاه عربيه، مش عارف الكلام ده كله. اول ما بيطلع في حته بريه حصل له مشكله، يعني بتبقى مشكله بالنسبه له. فانت بتدربه عشان كده، بتعلمه جوانب معرفيه وجوانب حرفيه. يعني زي مثلا حادثه، طبعا اشهر حادثه عندنا في مصر بالنسبه للسرفايفل، حادثه كاترين. طبعا في 2014 كان في ثلج كانت عاصفه ثلجيه، كانت صراحه هي نادره مش تكررش كتير، لكن البليزر دي لكن كانت قويه ومؤثره، وكان فيها شويه اخطاء من حته كتير، يعني من ضمنها حتى يعني. فكانت هي، بس هي برضو مش سهله تكرارها الموقف ده بالذات. عشان كده دايما لما بنيجي نعلمهم الناس بنقول لهم اهم حاجه مش التعابين ولا العقارب ولا الحاجات دي خالص خالص. احنا دي انا ما تعرضناش ليها ان حد يعني تم اذيته بيها. لكن الاخطر هي الحر والسقعه او البرد، هم دول اخطر حاجتين وفي العالم كله. هم الحراره العاليه والبروده هم دول القتله الحقيقيين في عالم متسلقي الجبال بصفه خاصه. متسلقي طبعا. نتمنى على فكره تسلق الجبال ده من الحاجات الحلوه جدا، وفي مصر ممكن يبقى كويس جدا، لان على فكره دول اكتر ناس بياخدوا معايير امان. يعني كل ما الحاجه تبقى صعبه، كل ما بيكون في تدريب كتير قوي وعلم كتير قوي وبيبقى فيها شغل كتير. دكتور احمد بجد انا عجباني جدا مبادره اكيد، والناس بس لازم هتيجوا. ما وعدكش لو في لا هتيجوا تعبين الصراحه، ما تعملش حسابك علينا. لا هتيجوا غالبا يعني هتيجوا اصحابكم.